إنهما منهجان. المنهج الأول منهج الرفق والرحمة والرأفة، والمنهج الثاني هو منهج الإجرام والإرهاب والعنف والشدة. أما المنهج الأول فكما تبين لكم في المحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي، هو منهج رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، ومنهج وصيه الأكرم أمير المؤمنين ومولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، ومنهج أئمة أهل البيت النبوي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين تخاطبهم هذه الأمة، بل تخاطبهم الخلائق أجمع بهذا الخطاب: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة. رحمة الله المهداة إلى البشر أجمعين. أما المنهج الآخر، منهج الإجرام والظلم والجور، فهو منهج أولئك الذين عادوا أهل بيت النبوة، منهج أولئك الذين انقلبوا على أهل بيت النبوة كخلفاء السقيفة وحكام بني أمية وحكام بني العباس ومن تلاهم من حكام وطواغيت إلى يومنا هذا. ما من رجل مسلم اليوم على هذه الأرض إلا ويشكو حكامه في أي بلد من البلاد. ما من بلد مسلم من البلاد الإسلامية إلا وعلى ذلك البلد المسلم طاغوت، لكنهم يتفاوتون في نسبة إجرامهم وطغيانهم، ليس إلا، وإلا كلهم طواغيت، كلهم مجرمون. هؤلاء ورثة أولئك، ورثة بني أمية. أما نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، فنحن ورثتهم في الرحمة، في الشفقة، في الرأفة على الناس. وهذا هو الفرق الفارق بين أئمة أهل البيت ومنهجهم، وبين منهج أعدائهم وورثة أعدائهم من حكام العرب، من طغاة العرب والعجم، الذين يحكمون باسم الإسلام لكنهم أبعد ما يكونون عن منهج نبي الإسلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول كما في كتاب الوسائل لشيخنا الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، يقول: إن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعنف والجور، وإن إمامتنا بالرفق والتألف والوقار. هذا هو الفرق. بنو أمية بسطوا سلطانهم على الأرض بالسيف، بالعنف، بالجور، بالظلم، باضطهاد البشر. أما أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، فأنت انظر إلى دولهم: دولة رسول الله، دولة أمير المؤمنين،
دولة الإمام السبط الأكبر الحسن المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين، ومن ثم دولة إمامنا المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. تجد أنهم لا يفرضون أنفسهم على الناس بالسيف. رسول الله ما فرض حكومته على الناس بالسيف خلافا لما يتوهمه المتوهمون، شرحنا في محاضرات سابقة أن السيف استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حروبه على نحو صد الاعتداء أو استباق الاعتداء بما يدفعه، أي ما يسمى اليوم حربا استباقية، يعني جماعة كانوا يتآمرون ضد النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يهجموا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يهجم عليهم استباقا حتى لا يكسروا الإسلام. كل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت دفاعية، لم يفرض نفسه بالسيف. أمير المؤمنين هكذا لم يأتي للناس بالسيف وفرض نفسه خليفة وحاكما، مع أنه إمام معصوم وخليفة رسول الله حقا الخليفة الشرعي، لكنه انتظر أن تبايعه الأمة، أن الأمة تهرع إليه لا العكس. إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه نفس الشيء، وكذا سيكون حال إمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام. لا تشتبهوا أيها الإخوة، لا تظنوا أنه حينما تقرؤون الروايات وتتحدث هذه الروايات، تطالعون هذه الروايات فتجدون فيها إشارة إلى حروب متعددة للمولى صاحب العصر عليه الصلاة والسلام. لا تظنوا أن هذه الحروب يكون البادئ بها إمامنا صاحب الأمر صلوات الله عليه، كلا وحاشا. إنما الإمام يظهر في مكة بين الركن والمقام وينادي في الناس بأن يبايعوه، فيبايعه جمع من الناس. الحكومات الظالمة تشن الحرب على هذه الجماعة، على الإمام وعلى أتباعه، فيضطر الإمام لكي يصد اعتداءهم. الإمام لا يبدأ بحرب. إن إمامتنا، يقول الصادق، بالرفق بالتألف بالوقار، وإن إمامة بني أمية بالسيف والعنف والجبر.